السلام عليكم. كم السلام سيدنا، حياك الله يا مرحبا. الله يعزك. اهلا سيدنا، حياك الله، تفضل. الله يعزك. اهلا ومرحبا. اهلا سيدنا. هلا بالسيد. يا الله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، حياك الله سيدنا. الله يسلمك ويعزك. اهلا ومرحبا العزيز، حياك الله يا مرحبا. حيا الله من قال. اهلا وسهلا سيدنا، الف هلا، بالعافية. الله يعافيك. هلا بالسيد. حياكم الله اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه ومتابعي برنامج فجر الابوذيه، وفجر اخر من النجف الاشرف. هذا الفجر اليوم سوف يكون نورا ساطع في هذه الحلقه، الا وهو الشاعر والمبدع السيد علي الزاملي. اهلا وسهلا بك سيدنا وحياك الله. سيدنا الله يعزك، كنت الفجر سيدنا، فدوى اروح لك سيدنا. حياك الله، شرفتنا اليوم. من قال انت الشرف ونورتنا. الله يعزك، الحمد لله على سلامتك. حياك الله مولاي. الله يعوضك سيدنا، رحم الله والديك. أرد أستغنم الوقت وأبدو وياك فقرة التحدي. خادم. الله يسلمك سيدنا. خادم. كبران السيد. إيه والله يا سيد. ها؟ إيه والله. عاد ما نوجد. قواك الله. أنا أبدي أبياتي حسيني يا سيد. تحدي حسيني او وجداني هو موجود. خير البدء، خير البدء. احسنت. على لسان حال زينب الابيات عليها السلام. حياه الدين لاذت يم حياتنا ويريد الشمر بالطف، خيل القوم بلعج يم حياتنا ونحرت الخيل بعبات الزجي. الله. اخوي وسهم اللي بعينه يا ريت بعيني. الله. ودم بمكانه يا اخوي، اخوي وسهم بعينه يا ريت بعينه، ودم بمكانه يا ريت. اخذ النفس من ريتي يا ريت، عقب عينه الشفيد النفس بي. الله الله. راس حسين حين برمح يا ابوه ما خليت حرمه الصيح. يا ابوه. نعم. الله. راس حسين حين برمح يا ابوه ما خليت حرمه الصيح. يا ابوه. طحن طحنة الضوء على الخيل يا ابو. الله. وانا مقيدة ويحدون بي. خادم مولاي. الله يسلمك. حديد النابت بجسمه قدرته تل. قدرته. حديد النابت بجسمك قدرته تل، وحق لو ضعفت قدرته. راسك بالذبح صوب قدرته، صرت جبلة وينحرونك علي. الله الله. الله يسلمك مولاي. جريب الجيش بويا مر هدمه، مر حسين ريجه مر هدمه، تجيب الخيل صبعه. الله. اي والله يا مولاي. تجيب هدمه. اي تجيب الخيل صبعه مر هدمه، وذب روحه وتدوس الخيل بي. الله الله يسلمك مولاي. الله الله يسلمك. روس اخوته على رماحه شكلها الشمر وبدور ما غير شكلها، صدق ميتين شو روح شكلها، وصدق للشام يحد الشمر بي. الله الله يسلمك مولاي. يظل بيك الحقد يزيد ميله، وهواك الهبل مو لله ميله. عودك عن ثنايا حسين. الله. عودك عن ثنايا حسين. ميله احضر لا يهد عباس بي. هضمها يزيد والمدمع كتلها، وتعلت بالحج قباله كتلها. هضمها يزيد والمدمع كتلها، وتعلت بالحج قباله كتلها. تقل اشياخ لك عودي كتلها، وترس بيكم اخوي الغاضريه. الله الله يسلمك مولاي. الله يسلمك. سيد علي الزاملي يصف للابوذيه في النجف. كانت وما زالت. كيف كانت وكيف ما زالت؟ كانت جيده وما زالت جيده، بوجود الخيرين سابقا وحاليا. ياهم الخيرين السابقين لو الحاضرين. الحاضرين يعني امثال الحاج زاهر الدويج، الله يرحمه، امثال عبد الامير الفتلاوي، امثال عبد الحسين ابو شباع، امثال ابو كامل جواد شربه، اما الحاليين التعرف بهم مولاي.
انت تريد انت تريد اقول لك بيهم انا هم خادم قل لي بيهم خادم قل لي بيهم سمع المشاهدين يعني امثال شاعر اخوي ابو زينب حسن ابو الحديد تحياتنا امثال صاحب القاعده لابو للابوذيه الشيخ ضرغام الشمرتي تحياتنا عبود غفله الله يسلمك تحياتنا للجميع الله يسلمك بوجود عدنان البدران كذلك جيد بالابوذيه فوق الجيد تمام الله يعزك اسمع منك بعد ابوذيات خادم اي خادم انا بعدني بالحسين مولاي براحتك عيون الجيش ما صدق ستار الحرم والهن جفوف الله ستار عيون الجيش ما صدق ستار الحرم والهن جفوف الله ستار القان الهتك من قلة ستار اللي هو ما مس حجاب الهاشمي الله يسلمك مولاي إيه من دم كتموش دموع يا عين على العطش وفوق العطش يا الله من دم كت من دم كتموش دموع يا عين على العطش وفوق العطش جاعن السب محتم عليهن وهن يا عن لذلك قاوما بالغاضرية الله, الله, الله يسلمك مولاي الله, الله يسلمك الله يسلمك مولاي الله الإمام الحسين يقول قبر حفرا بصدر الخيل لابني قبر حفرا بصدر الخيل لابن الرضيع وما سلم لضلع لابن الله أنا أطهر لبن بالكون لابن وتدوس بصدر أولاد البغية التكتل كان عبد الله بطول السهم والرامي يحسبها بطولة الله يسلمك مولاي التكتل كان عبد الله بطول السهم والرامي يحسبها بطولة حسين صار من حشم بطولة وصرخ لبيك عبد الله لبي أبو فاضل يقول ألم كفيني ما همني ولا معين همن حسين لا ناصير ولا أخوي البيض نادن ولمعن ونبلاحه الشوم أسهام بي الله يسلمك مولاي من هم الذين يستحقون الذكر في النجف الأشرف في الأبوذية أنا ذكرت لك الأسماء سيد يعني يعني المتصدين المتصدين نعم بالساحة نعم هم ذولا قلت لك وجاي اللي يقيمون المهرجانات هم محتضنين الأبوذية محتضنيها يكتبون جميع الألوان بس هم لولا ذكرتهم الأبوذية راحت في وادي أكيد 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 يا وادي تروح للأبوذية بوادي صقر الله يعزك أسمع منك أبوذية خادم مولاي عليش إحنا انت خاصم وانت شاجر ليش وأنا أشجر بروحي وانت شاجر وانت شاجر خيط العقل بيدك وانت شاجر الجنون اهون ولا زعلك عليه الله خادم مولاي الله بزفيرك للي ودك داوريته وعسى دار اللي يكرهك داوريته بجيتك دمي اسمر داوريتك خردوف ويدور الشوق بي تفر نفرة الخردوف ما تشيل بيدك ولك غير الخير لو ان ما نعمت الله وياك ماش الافرك كثر ما فريت بي الله عليه تفتر يخلي كن ملها الساعة وروح عقبك كن ملها حال عليك يشبه كن ملها ولد وتعدت الخمسين هي يجسمون على عشر جبال والتام إلك واجمع المام اكتمل والتام الله انطشر لا كنت عناك والتام جسمه ما تشوف عيوب بي الله سيد علي الزاملي هناك مفردات للأبوذية نعم ما يفهمها الطرف الآخر مثلا اللي يسمع حسن مثل ذكرت لي خردوف نعم هنا أكو مفردات هاي بالأبوذية تستخدم صحيح هل الشاعر إذا استخدم هاي المفردات يعتبر بناء البيئة لو يعتبر من تكوين البيئة لو المفروض الشاعر يكتب بلغة اللي يفهم الجميع شو تقول انت على الموضوع يعني سيد الشاعر المفروض يكتب للنخبة خاصة الأبوذية الأبوذية انا اعتبرها نخبوية ليش هاي الأبوذية هج يراد لها تفسير هس المقابل راح يطالبك يقول لك انا سمعت خردوف شنو خردوف الخردوف هي كلمة فصيح سيد الخردوف هذا اللي نحط لقبق هجي ويفتر
تفر نفرة الخردوف ما كان انا اعرفه ايه. ولكن انا اقول ايه. هالمفردات ايه. من الضروري توضع بال بالابوذيه ضروري سيد. ضروري ضروري يعني مثل ما نسميها يعني ساته ماستز صاغتها مو حلوه لا لا خردوف ويدور الشوق فيه. الله ايه. والله يدور الشوق فينا يا سيد علي الله يعزك مولاي اي فر فينا سيد علي فر خردوفك ضاع الماتش ليته وتشليته على اللي من كبد علي بطيف مرة وتشليته وطيح الما نشد بيهن علي جميل الله يسلمك مولاي إلي حصرة روح بجزر وانماد عليك وما يهمني الجرح وانماد قبلك بالصراط استعد وانمد اتعبر وان الجحيم السهبيه الله 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 يسلمك مولاي إلي حصرة روح بجزر وانماد عليك وما يهمني الجرح وانماد قبلك بالصراط استعد وانمد اتعبر وان الجحيم السهبي اي والله يا الله الله يا نبيك تقول الشمر مو شان لبتهم دخلت والنيه جيت اخطب اي والله تقول الشمر مو شان لبتهم دخلت والنيه جيت اخطب لبتهم طردنا طردة الشات اللي لبتهم أبوها وقام يتهدد علي الله الله يسلمك مولاي عيد تقول الشمر مو شان لبتهم ادخلت واني جيت اخطب لبتهم تقول الشمر مو شان لبتهم ادخلت واني جيت اخطب لبتهم طردنا طردة الشات اللي لبتهم أبوها وقام يتهدد علي يا صاحب خنجرك صبح وماسب ظهره وصل دلالي وماسب الله يا صاحب خنجرك صبح وماسب ظهري ووصل دلالي وماسب ماشيتك جن الدره وماسب شجاك وكثر الطعنات الله شف القرصة الصاحب يدان الجمر وبساعة الكلفة يدان همنه ما قلت عنه يدوني اهو المصوج وذب الصوج بي تراك انت نبي بعيني وشانك ابتر والوفا طبعك وشانك جميل اتشان اللسن بعدنك ووشنك اظل حزام ظهرك للمني الله الله يسلمك مولاي سيد على طاري الشمير ولبته وصارك سالفه اكو زلمه حبله ابنيه خوش اي علي علل هزلته خوش فما صارت القسمه انه ياخذها فتعرف سيد انه قبل يروح الشاب يشتغل يروح غير مكان فما صارت القسمه فراح يشتغل مكان بعيد نعم فمن رجع بعد مده طويله قبل اللي يسمونها دسكره رساله صحيح قالوا له ابوك عرس ابوك عرس حمينا لا بس خوش سالفه هاي فمن رجع لقى ياهي اللي ماخذها ابوه لقى ابوه ماخذ تشان يحبها الله اكبر اي مشكله ايه. فتمرض تمرض ووقع بالمرض واخذوا له الطبيب واخذوا له العارفه ما خلوا وراهم اخير شيء أخذ أبوه ومرت أبوه ما يقدر يقول شو يقول بعد صحيح سولف صحيح فقاعد يم الطبيب الطبيب يفحصه ما بي شيء كل شيء ما بي المهم فقال للطبيب بيت بديت وما عرفت شلون بدواي مريض وحارة العربان بدواي إذا أنت طبيب تعرف بدواي بدواي يم دواي ومحرم عليه الله الله يسعدك قال لعم خذ ابنك وروح الله يسعدك ترى دواعدكم اي أيوة والله خلنا نشرب لنا فنجان قهوه من الاستراحه لان من تعبت من نعم الله يسلمك سيدي تعبكم راحه مولاي الله يحفظك مولاي
عدنا اليكم اعزائي المشاهدين مع السيد علي الزاملي من النجف الاشرف. حياك الله سيدنا. حيا الله من قال مولاي. الله يعزك. الله يخلي سيدنا. كل الهلا بيك مولاي. انا هم عندي سالفه مولاي سولف لك اياها. اي بطفولتي جابوا عم شهيد الله يرحمه. الله يرحم والديك. جدي شاعر انا سيد عزيز هم يكتب لابو ذيه طبعا الله يرحمه. من جابوا ابنه شهيد راد يعبر هاي الحالة المأساوية مالته وكذا ببيت أبو ذية جسده. هو ابنه يدفنون بي أنا واعلي هاي السالفة سيد. فقال جدي الله يرحمه هي بذيك الحادثة قال قطعت الزاد لفراقة وماية ماكو بعد قطعت الزاد لفراقة وماية على الراحة ونسى أحبابه وما أجي صحت ريض يا هالحادي وماي شفي دو ماي للحدر الوطية. الله اي فانا تاذيت من ذيك اللحظه يعني اذكر البيت لسه بمخيلتي. الله الله سيد الله عزيز الزاملي جدي الله يرحمه. الله يرحمه نفس الالم نفس السالفه نفس ايضا الم فراق طبعا هو الم مشكله طبعا طبعا كانت الابوذيه سيدنا علاج لهيك امور علاج للفراق علاج خصوم سيد تحل مشاكل اي تحل مشاكل تقضي شغل لابو ذيه كانت يحضرك من هذا الشيء؟ لا ما يحضر ما يحضرك سيدنا هل هناك مجاملات في المهرجانات؟ عندنا لو بغير محافظات سيد عندكم اهل النجف؟ احنا بالنسبه لي ما عندنا احنا مجاملات احنا عندنا مهرجانين سنويا وانت تدري وحاضر به انا حاضر صحيح مهرجان حاضر كضيف ايوه ضيفنا وعلى راسنا الله يسلمك العفو مهرجان اللي نقيمه انا وشيخ حسن وشيخ ضرغام الشمرتي سنويا وجداني وحسين الابوذيه تنعازينب جميل يعني احنا شوف قد ما عازين الابوذيه حلو سمينا المهرجان الابوذيه تنعازينب اي فاحنا محتضنين الابوذيه سيد وما مهرجان الابوذيه اللي تكلم عن اضافه للنجف شيء للأبوذية النجفية أكيد. كون النجف أكيد. مشتهرة بالقصيدة المنبرية أكيد رافلها للشارع أكيد سيد يعني عندنا تراث احنا طلعناه بالأبوذية ما شاء الله مهرجانات الأبوذية يعني هاي السنة الرابعة إن شاء الله وانت راح تكون موجودين الله يسلمك بالأبوذية تنعازينب والأبوذية الوجدانية إن شاء الله قيمة حسنة بالحق. أنا ما أريد أكثر بالأسئلة لأن الوقت يمر أما سيدنا لا مو أنت سألتنا عن تهمش الشباب وكذا الشباب انظرته ساعة اليوتيوب موجود كلهم احنا مقريهم مهرجاناتنا كلهم شبابنا احنا نقدمهم ونقريهم يقولون الشباب النجف مظلومين اعلاميا مظلومين اعلاميا والسبب كبار الشعراء بالنجف اكو هيمنه على المهرجانات ما يخلونا نقرا اريد اليوم انت ما تقدر تلاقيهم كلهم اهل النجف تلاقيه بسوق تلاقيه على الفيسبوك تلاقيه بتواصل اجتماعي فاريد توجه له كلمه من خلال برنامج فجر الابوذيه أنا ما أوجه لك المسيدة أنا أسئلك لك أنت جاي تشوف أنا شفت قرأوا الشباب هم هيش يقولون هذا التجاوب بتاع السؤال سيد ليش يقولون هيك لا سيد هاي قدام الإعلام هاي مظلومية صير إن ليش يقولون هيك بعد ما أدري وهاي هذا الكلام ينقل سيد وأنا محمل أمانة سيد يعني إحنا ياهو كان نصعد منصة غير نسمع بياتي غير كذا إيه خومو يعني النقل هذا طبعا احنا كمان. عدنا سيد احنا عدنا قاعدة الأبوذية نمشي بيها اللي ما يكتب هاي القاعدة شنو قاعدتكم؟ قاعدتنا قلت لك اللي وجدها ضرغام الشمرتي شنو هي؟ واحنا فعلناها أي. القاعدة يعني البيت الأبوذية المجنس المفروض يصير له ست معاني مولاي مثلا عدنا بيات أنا لغيتن من وراء قاعدة ضرغام الشمرتي مثلا اخوي كان اللي بطقه اللحم بيه حامي بيروح مولا اخوي كان اللي بطقه اللحم بيه قطع حيله فلا يرحم ذبحنا وقال ما دفنا لحم بيه طبخنا وشبع الشمات بيه هذا اللغة البيت لان البي معيودة احنا كون البي ما تنعاد وضح سيد بكل بيبي فالمفروض ما تنعاد انا راح اقرب لك شوف القاعده انت راح انا فاهم المرخص قرب للمشاهد راح احكي لك بيت قاعده هم الي حش السامع هذا شوف هذا البيت للمغرور والظن حسن عالي ما يسواش عندي حسن عالي
اكتبه مولاي. هذا قاعدة بحت. للمغرور وضا حسن عالي ما يسواش عند حسن عالي. الشامت من سمعني حسن عالي وانت ولا تحس بالصار بيه. هذا قاعدة. هذا كامل. هذا كامل. كامل ذو ست معاني. كون ما تنعاد. الثانية البيكون ما تنعاد. شوف له غير واحدة. نعم الضمير قصدك مين؟ نعم تكتب هيك اهلا وسهلا. ما تكتب هيك هل... لا روح شوف لك غيرني اخوي. إيه؟ خلنا نسمع من هذا اللون الجميل. خادم مولاي حفظك. خادم. يفر العوز من لوحة ساجي لان بماي وجهي. لوحة ساجي هاي القاعدة. يفر العوز من لوحة ساجي لان بماي وجهي. لوحة ساجي ذبحيلك يا دهري. لوحة ساجي تلوحة شلون وانا على الثري. الله الله يسلمك مولاي. الله الله. وحق اللي على كل موقف خلايا العوز مموت بروحي. خلايا لفان الضيف وجيوب خلايا مطلت ابنه صرخ جبريل بي. الله الله يسلمك مولاي. أهم منك يا دهر بعوز روحي وكرمتها صرت أزرع مقابر. وكرمت بلج البحر نملة وكرمته وانا بجرفك يا لاهي التفت لي. يا الله الله يسلمك مولاي. اذا تقدير ليمك وخاطر جازف مره العيون بس قول الذنب بي وخاطر ابريك واقول الذنب بي. الله الله الله, الله يسلمك مولاي. سيد علي الزاملي هل الزهيري مشتق من الابوذيه ام لون حديث؟ مو لون حديث بس هو الزهير لون واحده والابوذيه لون واحده مولاي. من هو الاقدم؟ بس لانه مجنس يصير قريب على هذا. اما الزهيري الزهيري يخرج من عنده وزن النائل مولاي. والابوذيه يخرج من عنده وزن النصاري. هذا اللون هو الزهيري تعتبره مشتق من الابوذيه قبل الابوذيه بعد الابوذيه؟ هاي ما عندي معلومه بها بس انا اللي ادري بها الابوذيه. احسنت انصاف العلم ان تقول لا اعلم واسمع منك بعد. الله يعزك. كلش طمعان اسمع منك. خادم خادم مولاي خادم. اجيت بعميه عيوني تبرقاع فتوقك. هاي شلون؟ اجيت بعميه عيوني تبرقاع فتوقك والجرت منهن تبرقاع. كرهت الصقر شي شفته تبرقع وكرهتك من ثقل وجهك علي. الله الله يسلمك مولاي. جميل. قبل لا يحكي من يحكي شعرنا لان من الشعر شيء. شعرنا موش تحبش العمية شعرنا عكاظ النجف ما يحكي الرخية. نعم. من مثل تفشخ بس ما فصله شي ترجم من خادم مولاي. منو مثل تفشخ بسمة فصلة ويذمنك كان ثوبي بسمة فصلة. منو منكم؟ منو مثل تفشخ بسمة فصلة؟ الابتسامة. ايه هاي هي يا مولاي هاي قاعدتنا. هذا الحكي. منو مثل تفشخ بسمة فصلة ويذمنك كان ثوبي بسمة فصلة. باسمه فصلة. نعم. تمام. ترى العاين لو ان بسمة فصلة لكن الملح كح الغيظ بي. الثالث. ترى العايم لو ان بسمه فصله اوصله حتى لو بالسم. نعم اوصله اي لكن الملح كح الغيظ بي. مولاي انا اذا ظل افسر كان مستمع ما راح يفسر شيء. مشكله لا مستمع لا سيد. هذا 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 يسمونه فلسفه. هاي جناسات الطلاسم هاي الله يعزك. الله يعزك. هاي يكتبون طلاسم جميله بالابوذيه. الله يعزك. فانا مجبر انه افصل للمشاهد الكريم. الله بس انا اعرف المشاهد شلون دي. الله يعزك مولاي. وانا شركان ترى. الله يحفظك سيدنا. لمن تحفظ على وجه العموم؟ يعني سيد من ذاكرتي القديمه. ذاكرتي الحاليه ما احفظ. ذاكرتي القديمه احفظ لهم. وعم بين شيء حاط لك اوراق. اي والله هاي بعد. يعني مثلا الحاج زاير الدويتشي يقول راح المفرح قليب وينسى وجان ما عرف طبعا جنسي. الله أكبر. أظل أقرأ دهر بذنه وينسى. أظل أقرأ دهر بذنه وينسى ويقل ليش بيك فهمني القضية. جارة عبد الحسين أبو شبر قال راح المفرح قليب ويمناي وبعد لا يمهو فكري ويمناي طويت الولف باليسر ويمناي تنشف دمعتي السالت علي. حي
عبد الأمير الفتلاوي يقول إلي طقة إلي يا فوخ للطقات ما لام هموم من العدول حمول ما لام ما لام المصايب والليالي وياي مالاً كل هذا وكاحة وحيل بي. جميل سيد علي الزاملي، هل الجناس ملك الشاعر أم ملك السباك الأفضل؟ إذا كان جناس مجنس يعني جناس الأبوذية، سؤال علي، جناس الأبوذية ملك الشاعر المتداول، الجناس ليس ملك الشاعر. أنا أرد أختلف بسؤالي مو سيد يعني أرد أقول يعني سيد. سؤال تفضل. هل الجناس المتعارف الجناس ليس ملك الشاعر، صحيح وغلط؟ ما يخالف. بس أنا شنو سؤالي، هل الجناس ملك الشاعر أم ملك السباك الأفضل؟ حسب الجناس مولاي. شلون يعني أنا سأقدر أروح أكتب منقلة شاي؟ ليش ما تقدر؟ ما لا زحمة، بيت معروف ومشهور، شلون أكتب أو أكتب بطولة؟ إيه يعني هذا أنا أعتبره ملك صرف يعني عثماني. يعني السباك الأفضل. السباك تمام. سيد علي الزاملي، أنصف غيرك من الشباب بالقراءة. بالقراءة من النجف أكيد. أنت تشوفني سيد ورقت وان ها؟ بس أنا يعني الشباب لهم حق عليكم سيدنا. والله صحيح. والله صحيح، بس الله شاهد كلهم أبياتهم حلوة، بس أنا المشكلة بي ما أحفظ يا هم أبياتي. أنا ساجي أجر بيه هنجر، هل تشوف أنت ساعدنك ساعة هاي يعني عندنا هواي شعراء مثل ياهم مثل 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 يعني مثل اذكر لي بيت من عندهم. ما اذكروا جدك ليش؟ هواي عندنا شعراء سيد. هذا شوف، هواي عندنا شعراء، انت ما تذكر شخصيا لو تقول انا اكون محرج، هاي فقره بالبرنامج. لا لا والله مو محرج. لا والله عود احكي لهذا وما احكي لهذا. لا والله ما حافظ لهم سيد، هاي المشكله. يجوز حافظ جناساتهم بس اذكر لي جناساتهم. احسن جناسك جناس شي فيه سيد، اذا مال بيت كله ونستثمر به هذا مو عجي. لا اذكر لي يعني مجرد انه اكو جناس مثل ما تفضل سيد. والله كاتبين شبابنا كاتبين قواني ابو ذيه ما شاء الله. ايه يعني مثلا سيد يوسف الحيدري، زياد البدران، احمد الحسناوي، سيد كرار الميال، هم مشاركين وانا مهرجاناتنا. حسن الشبلي، امير الشبلي، والما يحضرون يعني هواي وهاي شعراء سيد عندنا بالنجف شبابنا. والله العظيم وصاحبين امكانيات ويكتبون الشعر بترتيب او على قاعدتنا. على قاعدتكم. اي طبعا هم قاعدتنا ما يدنون سيد، هم يعني هم تعبوا وخطيه وجاده ولا وصلوا الى هذا. جميل. الله يعزك. من الذي اساء لأبوذية في النجف؟ ما عندنا اساء، احنا نعتبر ما يكتب القاعده اساء لأبوذية. ايه اكو هواي اجتنا وادم طرحنا عليهم القاعده داروا وجوهتهم وراهم ما دبروها زين. تمام، اسمع منك اخر ابوذيات وانتقل للموروث. حين بليل قوطر حاد بلهم شكو شاخص بجسمي حد بلهم. هذا الحكي. اي سيد. حين بليل قوطر حاد بلهم شكو شاخص بجسمي حاد بلهم. خبل ما حد يحدني حاد بلهم عقبكم والوحوش تحيط بي. يروح بخير لاخر تجد نجلي بمتاع الزين وش عدش دنجلي. حيهم يا هلو ربعي يبس عود ودنا الحاشوش لي. الله 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 يعزك مولاي. انتقل وياك للموروث. الموروث وياه وياه نفخه وياه. لا مو انا حسره، مو انا حكيت لك من الموروث. اي هذول تحفظ لهم حكيت لي. اريد الموروث، موروث النجف. قدر كان لك عالي وضعته وعمر بالهوى قضيت. وضعته على موضع سهم عينك وضعته. الله شفوا مو لجل رد التحيه. شاعر عبد الحسين ابو حمر. الله يرحمه. الله الله يعزك مولاي. البيت اعتقد الحج زاير وهو اول واحد يرث روحه. هذا راح احجي حسب ما وصل لي اني الحج زاير بعد ما ادري. نعم تمام. ايه وحق التين والزيتون والمنج روح الطابن من سنين. والمن السدر والجفن والكافور والمن وقبل طر الفجر يسرون بي. الله الله يسلمك مولاي.
ولم نختبل. اي والله ويدك يا سيدتي ايام الشطر الدقائق توها يا مولاي. ولمن الله 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 تولم سيد الدقائق على نهايه البرنامج. فسيدنا دائما اللقاء ما نشبع فدوى. اروح لك يا سيد دائما اترك النصيحه الاخيره والكلمه الاخيره للضيف وش يقول للجمهور وش يقول لكتاب العبودية من خلال الكاميرا البرنامج. خادم مولاي طبعا انا مو اكبر من عدم ولا هاي، بس هي نصيحه حتى قلت سيد يعني انصح كتاب العبودية ان يدارون هذا البيت، يدارون بيت العبودية ويعتنون به مثل بناتهم. ما شاء الله اي هيك عندنا العبودية المفروض مثل البنيه تداريها وتتعب عليها وكذا وتطلعها بصوره صحيحه. الله يسلمك يا سيدي، شكرا جزيلا لك، شرفتنا اليوم. زاد فضلك مولاي، وكنت ضيف خفيف الظل. الله يعزك ويزيد شرفك مولاي العزيز. شكرا جزيلا لك سيدي. شكرا لك مولاي. الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فجر الأبوذية. الى لقاء اخر ومبدع اخر، انتظرونا على ذلك الحين، في امان الله. Thank you.